من رام الله تنضم إلينا الآن دكتورة دلال صائب عريقات، أستاذة الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي. أهلا بك دكتورة عبر شاشة القاهرة الإخبارية، ولعل حضرتك تابعت هذا الخبر الأخير الذي أشرنا إليه والذي نشرته صحيفة بوليتيكو عما يدور في ذهن متخذ القرار في واشنطن ما بعد انتهاء هذا العدوان على غزة. ولعل حضرتك تابعت كثيرا خلال هذه الفترة الماضية السؤال الذي كان مطروحا وبقوة، ماذا عن اليوم التالي بعد انتهاء الحرب؟ وكانت هناك سيناريوهات كثيرة. كيف تقرأين أولا ما أشارت إليه بوليتيكو من رؤية واشنطن فيما بعد انتهاء هذا العدوان الإسرائيلي على القطاع؟ يعني شكرا لك. بالإشارة للتقرير بوليتيكو اللي خرج مبارح، خلينا نكون واقعيين، هذا شيء طبيعي أن تكون فرق البيت الأبيض والإدارة الأمريكية ووزارة الدفاع والأمن القومي بمحاولة نقاش أو دراسة سيناريوهات ما بعد الحرب. هلأ إحنا كفلسطينيين أو كعرب أو كمحللين بأسفنا اليوم أنه بعد كل هالضحايا الفلسطينيين والكوارث الإنسانية ما زالت الحرب مستمرة وما زالت القصف والنيران والصواريخ تستهدف المدنيين الفلسطينيين. كنا نتأمل عن رد من الإدارة الأمريكية ومن المسؤولين في الأمن القومي، يعني وسمعنا وزير الدفاع الأمريكي أوستن قبل يومين بتحدث عن الاستراتيجيك ديفيت، يعني الانهزام الاستراتيجي اللي رح تعاني منه دولة الاحتلال في ما زالت انه تستهدف المدنيين الفلسطينيين. كنا نتمنى عن جد ان يشتغلوا اكثر على وقت اطلاق النار، ولكن بالعوده لتقرير بوليتيكو والحديث عن اليوم التالي، يعني مره اخرى من الطبيعي ان يتم الدراسه والتحضير. الحديث في هذا التقرير يعني بيحكي عن تمشيط السلطه الفلسطينيه وبيعترف هو بالدور الاساسي للسلطه الفلسطينيه، وهذا امر هام، يعني هذا امر يعكس أهمية وشرعية ويعني إعادة شرعية المنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية بالنسبة للإدارة الأمريكية، وهذا ما رفضه نتنياهو. يعني نتنياهو كرئيس وزراء لدولة الاحتلال كان واضح جدا أنه لا يريد السلطة الوطنية الفلسطينية ولا يريد، يعني ليس لديه أي تصور سواء كان عربي أو فلسطيني في المنطقة، ولكن يعني تحدث بطريقة غير مباشرة عن استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة. ولكن كلام الإدارة الأمريكية هذا واضح جدا أنهم بيأكدوا على شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية ومسؤوليتها عن قطاع غزة، وهذا ما تحدث فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعني مرارا وتكرارا، حكى بالحرف الواحد أنا لن ندخل غزة على يعني ظهر دبابة إسرائيلية. صحيح. وهذا كلام وطني وواقعي ومنطقي، ولكنه أكد وأعاد التأكيد على أنه السلطة الوطنية الفلسطينية جاهزة لا طبعا لتحمل مسؤولياتها في قطاع غزه، ورفضوا البات والسام لاي دوله في قطاع غزه، يعني لا نريد الحديث عن دوله في قطاع غزه، مثلا سنتحدث عن دوله فلسطينيه تشمل قطاع غزه والضفه الغربيه والقدس الشرقيه تماما كما اتفق يعني المجتمع الدولي وكل المواد القانونيه والشرعيه الدوليه. نعم. فهي امور يجب ان نركز عليها. طيب. لا دوله في قطاع غزه. وكمان اريد ان اعرج على موقف الرئيس المصري السيسي، لانه هاي المواقف الامريكيه بتهيأ لي يعني استلهمت من كلام الرئيس المصري عندما تحدث عن ضرورة وجود دولة، حكى عن مندوعة السلاح، وهو اللي ظهر بفكرة يعني قوات حفظ الأمن الدولية المؤقتة. لأنه كلنا نعلم، يعني كل محلل واقع اليوم يعلم أنه ليس من السهل وليس من يعني العملي أن نتحدث عن دخول السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم إلى قطاع غزة دون مرحلة تحضيرية على أقل تقدير. نعم. ومن هنا جاء الحديث عن دور جهة ثالثة ممكن تكون دولية وممكن تكون الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام، وهذا ما رفضه نتنياهو. فهذا أيضا نقطة مثيرة للجدل، بأنه كل ما يتم طرح آلية أو سيناريو أو دور لطرف ثالث نتنياهو يرفض كل شيء، وبالتالي هذا أكبر دليل على أنه نتنياهو يشن حرب ومشروع كولونيالي استيطاني من خلال جرائم الحرب بسلها قطاع غزة، ولكن هدفه تهجير الفلسطينيين، هدفه ضم طبقة من الأرض، وهدفه القضاء على الحق الفلسطيني في تقرير مصيره. أشرت إلى جزئية مهمة جدا دكتورة دلال، يعني حتى كمان يعني يفهم المشاهد الكريم بعض التفاصيل. طبعا هي الخطة تتحدث عن أن السلطة الفلسطينية تتولى إدارة القطاع، رغم هنا لابد من الإشارة إلى يعني معارضة إسرائيلية واضحة، ثم الحاجة لوجود قوة دولية، وهذه النقطة المهمة اللي حضرتك أشرت إليها، تدير القطاع إلى حين حتى يتحقق الاستقرار. لكن ومع ذلك يا دكتورة دلال الخطة أيضا تتحدث عن تحديات، يعني هذا ليس بالأمر السهل المتاح، بمعنى أنه عمليا على الأرض حماس
ستظل موجودة بشكل أو بآخر في قطاع غزة، ومن هنا يعني ربما هذا هو أول تحدي أشارت إليه بوليتيكو أيضا. كيف تقرأين هذه التحديات؟ التحديات واضحة بالتأكيد، ولكن أريد أن أذكر اليوم أنه الشعب الفلسطيني مشكلته ليست في حماس، يعني ومشكلته مع الاحتلال العسكري الإسرائيلي طويل الأمد. طبعا أنا لا أشير إلى الشعب، هذا من وجهة نظر الطرف الآخر. يعني أنا فاهمة عليك، أريد أن أوضح اليوم بأنه دولة الاحتلال العسكري الإسرائيلي عم بتحاول تزرع في عقول قيادات العالم أنه اليوم المشكلة هي حماس. يعني أنت لو طلعت على أي مناظرات اليوم أو أي نقاشات ترى الجميع يتحدث عن حماس. صحيح صحيح. وللأسف إسرائيل نجحت بأنها تقلب موازين النقاش في ساحات صناعة القرار الدولية، يعني تضليل هاي القيادات بالتركيز على حماس. يعني أنا لا أقلل من أهمية التعامل مع حماس، ولكن المشكلة هنا يعني جذور المشكلة هي التعامل مع الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وهذا ما يجب أن نشير إليه. في الحديث عن دور الأمم المتحدة، مثل ما حكينا يعني دولة الاحتلال تشكك في مصداقية الأمم المتحدة. في الحديث عن دور الدول العربية، كمان كل الدول العربية نتفهم أن تكون حذرة جدا. يعني حتى في الدراسة اللي أشرت لها بوليتيكو بتحدثوا عن توجيه المسؤولية للدول العربية في إعادة إعمار غزة طبعا ودفع الأموال. هذا كلام يعني غير طبيعي، حسب إذا إحنا كنا بدنا نحترم يعني دراسات السلام واتفاقيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، المسؤولية تعود على دولة المحتلة، المسؤولية تعود على إسرائيل، هي من دمرت، هي من قصفت، يعني هي من يتوجب عليها إعادة الإعمار. هلأ في الحديث عن المسؤوليات الأخلاقية هذا موضوع آخر، ولكن لا تستطيع الإدارة الأمريكية أن تلزم أي طرف سواء كان عربي أو أجنبي بأنه يتكفل مسؤولية إعادة إعمار قطاع غزة. هذه بتكون يعني واجب أخلاقي ليس أكثر على دول المجتمع الدولي في حفاظها على السلام والأمن الدولي، ولكن ما يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية بالدرجة الأولى هي دولة الاحتلال الإسرائيلي. دكتورة دلال، يعني حتى أيضا نذهب بعيدا في هذه الخطة، من ضمن ما أشارت إليه صحيفة بوليتيكو في تحديات هذه الخطة، الإشارة بشكل ربما غريب بعض الشيء أنه الإدارة الأمريكية الحالية ليست لديها القدرة على دفع القادة في إسرائيل الآن نحو مناقشة هادفة لشكل غزة ما بعد العدوان. هل فعلا يعني هذا له ظل في الواقع أنه الإدارة الأمريكية، لأنه كثير من المحللين في الواقع في منطقتنا وفي الولايات المتحدة الأمريكية يقولون ذلك، أن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة يمكن فعلا أن ترفض هذه المقترحات من الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني شهدنا كثير من المواقف المتضاربة، بس ما أريد أنا برضو إعادة توجيه النظر إله بأنه للأسف في فرق كبير بين المواقف الأمريكية من ناحية عملية وما بين لغة الخطاب يعني والرواية. يعني فيما يتحدث بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية وفي وزارة الدفاع وحتى كاميلا هاريس بتحدثوا عن الجانب الإنساني، بتحدثوا عن تحذيراتهم لإسرائيل بعدم يعني استهداف المدنيين وغير ذلك، وتحذيرهم لإسرائيل بأنه يجب عليها الالتزام بالقانون الدولي وقوانين الحرب في التعامل مع المدنيين خلال الحرب. هاي الخطابات الإنسانية الحضارية الجميلة لا تتعدى اللغة الشفوية. على أرض الواقع الإدارة الأمريكية لم تتوانى ولم تتوقف يعني ولم تتردد في استمرار الدعم العسكري والمادي والاستراتيجي. يعني هناك خبراء عسكريين أمريكان عم بيكونوا في كابينات الحرب الإسرائيلية في إدارة هذه الحرب، وبالتالي الموقف الأمريكي خلينا نكون واضحين هو متناقض يعني بوضوح من ناحية ما نراه على أرض الواقع وما نسمعه من بعض التصريحات. هلأ في الحديث عن الوجود الاستراتيجي اللي هي مصلحة أمريكا أنها تحافظ على وجود استراتيجي لإسرائيل في المنطقة والحفاظ على أمن وسلامة دولة إسرائيل في المنطقة، هنا يتوجب عليهم كمان أن يتحدثوا بصراحة مع هذه الحكومة الإسرائيلية اليمنية المتطرفة، لأنه ما تقوم به من إجرام سيعود بالضرر وإلى خطر الانهزام الاستراتيجي لدولة الاحتلال من صنع أيديها. هلأ نتنياهو كلنا نعلم وكلنا نشهد أنه في حالة حرجة جدا من خلال السياسات الداخلية في في في, في إسرائيل، وليس خفيا أنه محاكماته أصلا في المحاكم الإسرائيلية ما زالت قائمة على ملفات طبعا الفساد وغيرها، واليوم عندنا أحد الأسرى اللي بيضغطوا عليه. وبالتالي موقف الحكومة الإسرائيلية اليوم الحالية اليمنية المتطرفة اللي بتضم مش بس نتنياهو، يعني فيها كثير شخصيات يعني جدلية، هي في موقف حرج، وتنظر الإدارة الأمريكية وخاصة المواقف ما بين بايدن ونتنياهو بالتحديد، انه واضح انه سيكون التغيير على مستوى القيادات ليس فقط في فلسطين ولكن برضه في عند دولة الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية. طيب. ما نخشاه وما شهدناه انه حتى مع تغير الحكومات الإسرائيلية
يعني عهد حكومات العمل ورابين الذهب في إسرائيل. اليمين المتطرف يعني تصاعد بكثافة في إسرائيل، ولا أعتقد أنه من سيخلف نتنياهو مثلا سيكون صانع السلام المرجو يعني في المنطقة، ومن سيحترم القوانين الدولية أو الاتفاقيات في الموقع. لدي نقطتان دكتورة دلال بخصوص هذه الخطة أيضا إذا تكرمتي. الأولى أنه حتى مع طرح هذه الخطة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هناك دوائر سواء في الخارجية الأمريكية أو داخل البيت الأبيض يصفون هذه الخطة بأنها ليست الخطة المثالية. مع ذلك يعني لماذا برأيك هم لا يعتبرونها خطة مثالية؟ لأنه باختصار جوابهم من رئيس الوزراء الإسرائيلي برفضها، وبالتالي هاي محاولاتهم هي عبارة عن محاولات يعني زي جهود في محاولة أنه ممكن كمان مماطلة صراحة، يعني بيحاولوا ممكن يماطلوا أو يضيعوا بعض الوقت مع الفلسطينيين، يعني في الوقت اللي هم بيحكوا للفلسطينيين بشكل رسمي طبعا أنهم هم بيعطوهم الشرعية وسوف يعني يعترفوا بحق وشرعية المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، بينما في أرض الواقع هناك الكثير من الوقت اللي يعني عم بيتم هدره، وهي مماطلة في الوقت، بينما إسرائيل تشتري هذا الوقت لاكتتاب المزيد من جرائمها في ضد المدنيين الفلسطينيين. وما بصير نغفل إنه مشروع التهجير انتقل من ناحية قصرية إلى ناحية طوعية الآن، يعني الكوارث الإنسانية اللي بيعاني منها مليونين مدني فلسطيني في قطاع غزة أصبحت غير مقبولة، ولا يمكن لأي بشر أو أي إنسان تحملها، في أمراض كثيرة، في فيروسات كثيرة، حتى الأطفال. يعني إذا تحدثنا على موضوع التطعيمات في ظل حرمان الفلسطينيين من أبسط حاجات الإنسان، هذه يعني نحن نضعهم أو إسرائيل تضعهم في زاوية الحرمان وفي زاوية سياسة الميكروبوليتكس اللي هي التجويع والحرمان، الذي قد يدفع الفلسطينيين أنفسهم بالمطالبة بفتح المعبر، ويعني التوجه نحو أي مخرج آخر غير البقاء في قطاع غزة. لو لي بعض الوقت سأعود إلى هذه النقطة، لكن دكتورة دلال في إطار الحديث أيضا عن يعني الخطوط العريضة لهذه الخطة، هناك من المحللين ما يربطون بينها وبين المتغيرات على أرض الواقع، بمعنى أنه هذه المتغيرات إن حدثت ربما يعني أصلا تحدث تغييرا جوهريا في كل هذا الطرح الأمريكي. مش فهمت السؤال. بمعنى أنه على الأرض إن ذهبت المقاومة والفصائل الفلسطينية في مواجهة مباشرة، إذا لم تحقق إسرائيل نجاحات على الأرض وما إلى ذلك، فهذه متغيرات على الأرض ربما تجعل هذه الخطة غير قابلة للتنفيذ أصلا. يعني خلينا كمان نكون واقعيين، الإدارة الأمريكية قادرة على منع هذه الجرائم وقادرة على منع هذا البطش الإسرائيلي. يعني الإدارة الأمريكية، وإحنا شهدنا وقت إدارة ترامب يعني كيف خرج وكيف أعطى ما لا يملك لإسرائيل من حقوق، وكيف أزاح ملف القدس وملف الجولان وملف اللاجئين عن المفاوضات، وخالف كل القوانين الدولية وخالف الاتفاقيات الموقعة. وبالتالي بايدن والبيت الأبيض لو أرادوا وقف إسرائيل لاستطاعوا وقفها من الأسبوع الأول. نحن لا نريد كمان يعني أن نغض البصر عن 3.8 مليار دولار اللي بتروح لخزينة الجيش العسكري الإسرائيلي بكل سنة، وهذا العام بآخر أسابيع تم يعني طبعا المصادقة على أكثر من 14 مليار دولار لدعم هذه الحرب. وبالتالي إسرائيل، أمريكا، الإدارة الأمريكية أصبحت اليوم متورطة في جرائم الحرب اللي بتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، وبالتالي محاولاتها الدبلوماسية أو لغة الخطاب أو النقاشات حول اليوم التالي ما بعد غزة هي محاولات جميلة إنسانية حضارية قانونية، ولكن لتجميل الصورة في أرض الواقع ما نشهده بعد 60 يوم من جرائم حرب إسرائيلية، أن إسرائيل مستمرة في مشروعها الكولونيالي الاستيطاني وجرائمها ضد الإنسانية، ضد الشعب الفلسطيني و2.3 مليون مدني فلسطيني، وفي الضفة الغربية يعني في إرهاب للمستوطنين مستشري، في حماية من الجيش الإسرائيلي، في اعتقالات تجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ل 8000، الشهداء في الضفة الغربية أكثر من 250، خنق المدن الفلسطينية، الاعتداءات والهجوم والعدوان كل يوم، مش بس على المخيمات الفلسطينية ولكن على كل مدينة فلسطينية، في سياسة خنق، سياسة النكروبوليتكس واضحة جدا، وهذا مشروع ممنهج لدولة الاحتلال الإسرائيلي ضد كل ما هو فلسطيني. ومرة أخرى أذكر أن هناك استهداف للمشروع الوطني الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واضح أنه في هناك خطة لتهجير الفلسطينيين، نقلهم قسريا وحرماننا من حق أساسي محفوظ
في كل القوانين الدولية والأمم المتحدة اللي هو حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. طيب دكتورة دلال، ما رأي حضرتك فيما يثار مؤخرا في دوائر مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية بدءا من رأس الدولة جو بايدن وكل المؤسسات الأمريكية، فكرة التركيز على حل الدولتين، حل الدولتين، هذا الطرح الأمريكي هل هو يعني مسألة يعني تخاطب بها إسرائيل أم من أجل الاستهلاك المحلي لمخاطبة الرأي العام الآن لتهدئته؟ هل هذا التصور الولايات المتحدة الأمريكية حول حل الدولتين قابل للتنفيذ فعليا في ظل هذا الموقف الإسرائيلي الواضح من هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وربما كما أشرت حضرتك كل الحكومات بها هذا التطرف؟ يعني شوف، حديث الإدارة الأمريكية عن حل الدولتين وتكرارهم الحديث عن حل الدولتين اليوم، خلينا ننظر له بإيجابية، خلينا نقول نعم هناك فرصة ذهبية للإدارة الأمريكية، ولكن لا تستطيع الإدارة الأمريكية الاستخفاف بعقول الجماهير واستمرار وتكرار الحديث عن حل الدولتين لأكثر من 3 عقود، 30 عام نتحدث عن موقف مجتمع دولي من حل الدولتين وإعادة الحديث عنه اليوم دون أي خطوات عملية، دون رسم لحدود دولة إسرائيل، دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، دون اعتراف بالدولة الفلسطينية. إذا ما استمرت الإدارة الأمريكية بالاكتفاء بالكلام الناعم والكلام الإنساني والحضاري الجميل ولكن دون أي أفعال واقعية وعملية على أرض الواقع، فهذا يعني تكرار لممارسات ميكافيلية في المماطلة وفي شراء مزيد من الوقت لدولة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها ضد المشروع الوطني الفلسطيني. أتمنى أن تكون الإدارة الأمريكية يعني جادة وعن جد يعني واقعية في حديثها، ولكن إذا فعلا كانت واقعية يجب أن نرى خطوات عملية فورا على الأرض في ظل الاستيطان المستشري، في ظل إرهاب المستوطنين، في ظل كل ممارسات الهمجية وآلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة من جرائم الحرب ضد كل المدنيين الفلسطينيين وفي الضفة الغربية وفي القدس الشرقية. طيب دكتورة دلال، حضرتك أشرتي يعني وربما حديث الآن عن فكرة ما يدور هو بشكل واضح تهجير قسري للفلسطينيين وجعل الغزاويين يذهبون إلى الزاوية، إسرائيل فعلا جادة في هذا الأمر وضعا في الاعتبار أنه الموقف المصري شديد الوضوح، الموقف الأردني شديد الوضوح، العربي الإقليمي حتى الموقف الأمريكي من هذه القضية، ولكن على ما يبدو أن إسرائيل ما زالت تحاول المضي قدما في هذا الطريق. إسرائيل يعني كتبت هذه الخطة بحذافيرها، يعني مش بس ما نشهده على أرض الواقع يشير إلى تهجير، عمليات تهجير قسري، هذه الخطة مكتوبة وممنهجة وجاهزة على مدار عقود. دعونا نتذكر أن نتنياهو هو رئيس الوزراء للحكومة السادسة على التوالي، هو لم يتقلد الحكومة الإسرائيلية حديثا، وبالتالي هناك خطة ممنهجة ومشروع كولونيالي استيطاني هدفه تهجير الفلسطينيين بكافة الطرق. هلأ أنت تطرقت للمواقف العربية والأمريكية وهذه مواقف مهمة جدا، يعني الموقف المصري وموقف الأردني وموقف الأمريكي ومواقف يعني عديد من الدول العربية الأخرى والفلسطينيين بالتحديد وصمودهم حتى هذه اللحظة هو أكبر رد على المشروع التهجيري واللي هو يعني برتقي لجريمة حرب في القانون الدولي الإنساني، ولكن إسرائيل مستمرة، هذا هو مشروعها المكتوب والمحفوظ والذي نشهده على أرض الواقع. مواقف الدول العربية ابتداء من مصر وأمريكا والأردن هي ما يعني ممكن أجلت أو أوقفت هذا المشروع، ولكن إسرائيل مستمرة في ممارساتها، وهذه خطة ممنهجة لإسرائيل على مدار عقود، هذا هو النهج. إسرائيل عبارة عن يعني دولة تم احتلالها على الأرض الفلسطينية، وبالتالي على مدار 7 عقود السابقة هي مستمرة في المشروع الكولونيال الاستيطاني، وأكبر دليل أنه في التعامل مع المستوطنات أو في الاستعمار أو في الاستيطان تتجنب إسرائيل التعامل مع هذا الملف. حتى في الاتفاقيات الموقعة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين تطرقوا للعديد من الملفات الحساسة، ولكن لم يتطرقوا لموضوع الاستيطان بالشكل الفعلي. القرار 2334 من مجلس الأمن في الأمم المتحدة لعام 2016 واضح جداً بين الاستيطان غير شرعي وبالتالي تفكيك المستوطنات واجب، ويعني التوقف عن سياسة الاستيطان واجبة، ولكن في أرض الواقع نرى أن عدد المستوطنين تجاوز 750 ألف مستوطن في الضفة الغربية. نعم دكتور، في إرهاب للمستوطنين المستشري في الضفة الغربية، وهناك العديد من الخطابات الرنانة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وغيرها اللي تعارض وتتحدث عن خطر الاستيطان. نعم، فعلي مرة أخرى نعود أنه لا يوجد هناك خطوات عملية للوقوف أو لتحدي الاستيطان الذي يقف كعقبة أساسية في الحديث عن أي حل دولتين أو أي أفق لأي حد سلام في المنطقة. شكرا جزيلا من رام الله دكتورة دلال صائب عريقات، أستاذة الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي.